نحكيو على غيابكم اليوم وتغيبكم اليوم على الجلسه العامه وموقفكم. احنا اعطيناكم بيان فيه قرار لمقاطعه كل اللوائح هذه نتاع المزايدات ونتاع الفتنه ونتاع تقسيم التوانسه منذ 7 جويليا 2020، وكنا اصدرنا بيان للراي العام. كنا هل تطبيق فصل 141 بالمنطقه هذه نتاع المزايدات ومتاع الحملات الانتخابيه احنا لن ننخرط فيه، ما نحب ننخرطوا كان في اللي مش في اللي قسم التوانسه، ننخرطوا كان في اللي جمع التوانسه. نحن حزب نحبوا نجمعوا، حزب نحبوا نخدموا فيما ينفع الناس. البقيه هذه المزايدات نتاع اللوائح اللي هي حملات انتخابيه، التنديد بالارهاب نحن نندد بالارهاب، التنديد بتبييض الارهاب نحن نندد بتبييض الارهاب، وننادي بتطبيق القانون، التنديد بالعنف نحن نندد بالعنف على المراه وعلى معناتها على المواطنين وعلى غيره. كل هذا معناتها ما نسحقوش لائحه الا الناس اللي تحب تزيد. فيما عدا ذلك احنا التخوين هذا ولغه التقسيم ولغه المزايدات احنا ما نحبوش نخرطوا فيها، حبينا نوضحوا للشعب التونسي اللي قرار معناتها تعليق مشاركتنا في اللوائح هو قرار سابق بعد ما شفنا اللوائح اش عملت من فضايح معناتها اللي خلتنا ضحكه قدام الدول واللي بدات تقسم في التوانسه واللي نتائجها اليوم هنا قاعدين نشوفوا فيها. التوانسه ولاو يضربوا في بعضهم والتوانسه ولاو اليوم ما عادش متوحدين. هذا خطر على تماسك الشعب وعلى تماسك الدوله، واحنا ندعيوا الى الوحده الوطنيه والى كوننا نكونوا شعب معناتها متماسك نتناقشوا في القضايا الوطنيه لكن دون مزايدات ودون معناتها الذهاب في تقسيم الشعب التونسي. مهما يكون المحور نتاع اللائحه معناتها انتم رافضين اللوائح اللي تنفع الشعب التونسي اللي فيها معناتها حلول ضد الفقر، اللي فيها معناتها حلول معناتها حلول عمليه تنفع التوانسه وقتها نشاركوا فيها، لكن اللوائح نتاع المزايدات هذه لن نشارك فيها وقرارنا سابق وما يجيوش يكذبوا عليكم بحاجات اخرى. هل قانون تونس يفكر في تقديم لوائح في هذا الاطار؟ احنا ثم تو مقترح لتعديل النظام الداخلي، اللائحه قبل ما تقدم للجلسه لازم يكون عليها اجماع، مش كما اليوم معناتها نجيو بلائحه ما عليها ما عليهاش اجماع وما صارتش محادثات مع الكتل، يلزم تكون اللائحه عندها على الاقل 75 نائب ممضي عليها وقتها نعرضوها على الجلسه العامه. اما هذه لغه المزايدات نتاع كتل تحب تعمل بوست نحن اوني با ديوب وما نحبوش نشاركوا فيها.